بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء بخطبتي صلاة الجمعة المباركة، جزاكم الله خير جزاء المحسنين بأصواتكم الصداحة وأياديكم القوية. ثلاثا، نعم نعم للحسين، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، نعم نعم للإصلاح، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للباطل، كلا كلا للباطل، كلا كلا للباطل، كلا كلا للباطل. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على خير خلقك وخاتم أنبيائك ورسلك المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الأحبة، لقد انطلقت ثورة الإمام الحسين عليه السلام لتعلن للعالم منهج الإصلاح ضد الانحراف والفساد، والذي استشرى بكل مفاصل الدولة والمجتمع، والذي صار لا يواجه بسبب موت الإرادة الذي أصاب الأمة. فإن الشعوب المصابة بالشلل والموت لا تستطيع أن تعيش حياة الكرامة والعزة، خصوصاً حينما تكون الطبقة الحاكمة مصداقاً لقول الإمام الحسين عليه السلام، قال: فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، مخالفاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا بفعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. وقد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتولوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله. ومن هنا أيها الأحبة، فبعد أن أصبح العراق أسير الفساد والفاسدين، حتى صار مع شديد الأسف يتصدر قوائم الفساد في العالم، والجميع يشهد بذلك بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة ومنهج المحاصصة المقيت والتقاسم، وكذلك التردي الواضح في مجالات الخدمات والصحة والتعليم والأمن وغيرها، ووصول أعداد كبيرة من أبناء الشعب العراقي إلى دون خط الفقر في مقابل الإثراء الفاحش على حساب قوت الشعب، وانتشار السلاح والمجاميع المسلحة غير المنضبطة، وتفشي الجريمة والمخدرات وغيرها. كل ذلك هو نتاج الأحساب المتسلطة التي تعمل بالتبعية لخارج البلد، والتي خلت من أي رابط من روابط الانتماء للوطن، حتى وصل الحال إلى نتائج مخجلة ومؤلمة خصوصاً للطبقة السياسية الشيعية. ومن هذه النتائج: أولاً، انعدام الثقة لدى أبناء الشعب انعداماً تاماً بالطبقة السياسية. ثانياً، رفض المرجعية لهم رفضاً قاطعاً
حتى أغلقت بابها بوجوههم وأعلنت مراراً أن المجرب لا يجرب، ووقفت ولا زالت تقف مع إرادة الشعب المطالب بالتغيير والإصلاح. ثالثاً، إن من المخجل والمؤسف أن مجالس الإمام الحسين عليه السلام ومواكب العزاء في العامين الماضيين وهذا العام كانت قصائدها ومنابرها تزدح بفساد الطبقة السياسية والانهيار الذي وصل إليه البلد بسببهم. ومن هنا انطلقت الصرخة الإصلاحية لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر دام عزه، مساندة لثورة محرم الحرام التي أعلنها الشعب، حيث قال سماحته: أيها الأحرار، إنها صرخة الإمام الحسين عليه السلام، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. فأقول: من سمع واعية الإصلاح ولم ينصرها فسيكون أسير العنف والميليشيات والخطف والتطميع والترهيب والتهميش والفقر والذل ومحو الكرامة. فيا أيها الشعب الحبيب، هبوا لطلب الإصلاح في وطنكم كما خرج الإمام الحسين عليه السلام لطلب الإصلاح في أمته، أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فعراقكم عراق المقدسات، وعراق الحضارة، وعراق الجهاد، وعراق الربيع الإصلاحي، فلا تفوت الفرصة، وإلا فلا تحين مندم. ومن هنا نقول: حي الله الجموع العراقية بكل أطيافها، شيباً وشباباً ومثقفين ورياضيين وأكاديميين ونقابات ومنظمات من كل الأديان والطوائف والقوميات، وحي الله العشائر العراقية أبات الضيم الأصيلة، وحي الله القوات الأمنية بكل صنوفها، وحي الله أبناء الحشد الشعبي الذين لبوا نداء الإصلاح، فإنهم جميعاً رفعة رأس، وستبقى مشروعيتنا الإصلاح. وإننا من منبر الجمعة في هذا اليوم نعلن تضامننا مع مطالب سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر، التي قالها في خطابه الأخير وأعلنها سماحته، وهي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. فلأجل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من أن أضام في سلطانك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل في هداك، اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، اللهم إني أعوذ بك أن أضيع في سلامتك، اللهم إني أعوذ بك أن أغلب والأمر إليك. اللهم صل على خير خلقك وخاتم أنبيائك ورسلك حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المنتجبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. أيها الأحبة، إن من أهم العوامل التي تلازم حركات التغيير والإصلاح في أي مجتمع من المجتمعات، وتكلل الحركة بالنجاح والخلاص من مظاهر الانحراف والفساد والاضطهاد، هما عاملان: العامل الأول وهو تحمل المسؤولية من الجميع، وعدم التنصل والابتعاد عن ظاهرة الاتكال على الآخرين أو الوقوف على التل والنأي بالنفس. فإن الكثير من حركات الإصلاح والثورات
لم يكتب لها النجاح والديمومة بسبب وقوف المجتمع، وقوف المتفرج، بل إن المجتمع المتخاذل والمداهن هو المجتمع الذي يسوغ ويصنع الفساد والانحراف والفرعونية، ولا يحق له الشكوى مما يجري عليه. وقد أسماه الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر قدسة نفسه بالمجتمع الفرعوني، وعد الطوائف الاجتماعية الساكتة على الظلم والفساد بطوائف فرعونية. زين. فالمنتفعين والخانعين والجهال والمرتزقة والواقفين على التل، كل أولئك في موضع المسؤولية. إن الانحراف والفساد ونقص الخدمات والبطالة والفساد السياسي كلنا نعاني منه، وخسرنا الكثير من الأموال والأنفس والخيرات بسبب سياسات حكومات التوافق والمحاصصة والتبعية. فإن الجميع معنى اليوم بالمشاركة مع الثائرين والمنتفضين من أجل البلد والخلاص من هذه الطبقة الحاكمة، وليس الجلوس وعدم المناصرة. إنها صرخة لكل أبناء الشعب بكل طوائفه وقومياته لتسجيل الموقف التاريخي لأجل خلاص العراق وخلاص شعبه. العامل الثاني وهو التضحية من أجل الهدف الكبير، من أجل الوطن والمستقبل، من أجل القيم والحياة الكريمة. إننا نعيش أيام التضحية التي أقر بها أهل العقل والوجدان والنفوس الطاهرة في كل العالم، وهي تضحية الإمام الحسين عليه السلام التي ننشد بها ونتكلم عنها في المنابر. إننا نعيش مدرسة التضحية وثورة التضحية وشهر التضحية، فإن سنن الأرض والسماء عبر التاريخ البشري نقلت لنا أن كل حركات الإصلاح والتغيير إنما حصلت بالتضحية. فإن ثورة العراق الكبيرة إنما حصلت بالتضحية وليس الزمان والأحداث ببعيدة، فعراقنا فيه النماذج التي تقر بها العيون وترفع الرأس. فإن ثورة العراق الكبيرة ثورة العشرين إنما بقيت مفخرة، لأن جميع أبناء الشعب اشتركوا بها بكل ألوانهم وقدموا فيها التضحيات الجسام. وكذلك الثورة البيضاء التي عاشها الكثير من أبناء الشعب والتي قادها الشهيد السعيد السيد محمد الصدر قدست نفسه مع المؤمنين الخلص، ووقف بوجه أعتى نظام قمعي وانتصر، وأثمرت هذه الثورة وقدم فيه التضحيات الجسام، وهي حياته وحياة ولديه البارين. وما موقف أبناء العراق ببعيد في الدفاع عن الوطن ضد التطرف والفكر الداعشي الهمجي في استجابتهم لنداء الحوزة والمرجعية في النجف الأشرف، والذين يراد لهم اليوم أن يكونوا حصن للأحزاب الفاسدة وحاشاهم. وكذلك الثورات الإصلاحية والانتفاضات الشبابية التي خرجت تنادي بالخلاص من الظلم والفساد وقدمت قوافل الشهداء والجرحى. فحب الوطن يحتاج منا التضحية بالوقت، يحتاج منا التضحية بالراحة، يحتاج منا التضحية بالنفوس، فإن حب الأوطان من الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. يا الله
اخوان رجاء ساووا الصفوف، جزاكم الله خير الجزاء. رجاء ساووا الصفوف، جزاكم الله خير الجزاء. لا يجوز التقدم على الامام، ارجع لي ورا، جزاك الله خير، ماجورين. ارجع لي ورا حبيبي، احمد الله والديك. الوسط تجمعوا، جزاكم الله خير، احمد الله والديكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. نية الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
إمام جمعة صلاة العصر السيد حازم الأعرجي، فاستقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ورجل ورجل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. بحول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أفواكم بالصلاة على محمد و أخوان المؤمنين. شكر لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، شكرا لكم.